عاشق بالباسم الكربلائي وناظم الحاشي في أثناء وبعد باسم الكربلائي. نعم. بالنسبة للحج باسم يضيف للشعراء لو ما يضيف؟ نعم يضيف بدون نقاش. نقطة يضيف طبعا يضيف. يضيف من يا باب من الباب الإعلامي. أنا صاحب منصة، نعم الناس تعرفني شاعر منصة، بس إذا ما يقرأ لي كاسم، أنا كاسم الناس تعرفني، بس الإضافة شنو اللي إضافها الرادود للشاعر؟ ضاف أنا مو صاحب قصيدة منبر، من كتبت المنبر أنا ما أقدر أقرأ على المنصة إذا ما يقرأ رادود. فعرفت الناس لوني ولون كتابتي بالمنبر من خلال من؟ منصة. من خلال حنجرة باسم. نعم حنجرة باسم. الله تحياتنا إلى حج باسم هذا الرادود الكبير. من خطب ودي الآخر، ناظم أم باسم؟ خو باسم الكل تعرفه، فمن إجل الحجي بالألفين وأربعة تقريبا هو سأل على نخبة شعراء العراق. جميل. من خلال سيد سعيد الصالح 2004. اي 2004 وراء الأحداث يعني وراء التغيير. هاي السنة سنة يعني أول مش أول من القريبين مشوار. عليه طبعا الأوياء بالغربة كان مثل سيد سعيد الصافي تحياتنا عليه. زين. إلى شعر البيت فسأله من عندكم بالعراق؟ فكان كان بالكويت السيد سعيد، فانطاني الحج سلمت عليه وكذا، قال لي احنا نريد نتبرك بكتابتك. يا سلام. فبوقتها كتبت ما اعرف اول قصيده كتبتها الباسم. نعرف الفتنه وجميع اسباب وندري ليش الزهره حرقه وباب. نعرف الفتنه وتفاصيل الامور وحاربون لهالسبب مد العصور، وذر لو خلونا ببطون الطيور الزهرة تجمعنا بقلب محرار. شوف الصورة الشعرية. الصورة الشعرية جميلة. هذا طبيعتي جبت المنصة للمنبر. جميل. ايش قد رصيدك ويا ملا باسم الى الان؟ ايش قد عندك تقريبا العدد؟ اي هو احنا اذا نجي للعدد العدد يعني يجوز بال400 اقل 400 قصيدة. اي تقريبا. بس ان شاء الله وعدنا ديوان اخذنا 150 قصيدة. يا سلام. إيه اللي من القصائد من فقط اللي قارئ الحجي حصرا. جميل. ان شاء الله راح ينطبع اسمه حصاد الاخره.